يعني انا ليه خليت كل المعاناه دي؟ ليه؟ ليه يا ترى؟ ليه؟ ليه؟ ما تقولوا ليه، ما انا مستني حد يقول ليه يا جماعه. ها ليه عملت كده انا؟ ليه فكروا ليه يعني؟ كل ليه يعني؟ ليه؟ ليه حد يقول لنا ليه؟ اكتبوا لنا حاجه طيب، ولا حد يقول لي ليه؟ انا مش عارف ليه الصراحه، مش عارف ليه. ما انا لو اعرف هقول على طول. ليه؟ 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 بعض عباد المؤمنين لما الملحدين بيسالهم السؤال ده بيقولوا لهم ايه؟ عشان الابتلاء. وانا قايل كده في الكتاب بتاع القرآن، قايل موضوع الابتلاء ده، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني اختبار وابتلاء علشان خاطر ابو عيسى يعرف. يعرف ايه عشان خاطر ابو عيسى يعرف ايه؟ يعني انا ما بعرفش، ما انا بعرف كل حاجة من مين الحمار اللي قايل الكلام ده في الكتاب بتاعي؟ مين الحمار اللي قايل الكلام ده؟ ما ابو عيسى عارف كل حاجة يا بهايم. مين الحمار اللي قايل كده؟ نشوف آية تانية، نشوف آية تانية. دي لا، ده انا ما بعتش جبريل بالكلام ده. جبريل بيستعبط ولا ايه؟ حد يقول لنا آية تانية كده، ولا انتوا متابعين عرة ولا ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بس الآية دي ما بتجاوبش عن السؤال برضو بتاع ليه؟ يعني ولا دبلوناكم بشيء من الخوف والجوع ونطلع دينكم، بس برضو ما قلناش ليه برضو. ليه؟ وبشر الصابرين، عشان وبشر الصابرين. أبشرهم بإيه الصابرين بقى؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لأبو عيسى وإن إليه راجعون. أيوة يعني، بس أبشرهم بإيه يعني؟ بشرهم بالجنة، بالجنة ما فيهاش مشاكل. طب ما الأرض ما كنت تعملها من الأول يا أبو عيسى، ما فيهاش مشاكل. أنا كان ممكن أعمل كده، ليه لازم ننيك أم الصابرين علشان خاطر بعد كده نعمل لهم الحاجات؟ طب ما نعملها من الأول الناس كلها. إيه حكاية صابرين ومش صابرين دي؟ أنا حاسس إن في حد بيقبص في الكتاب بتاعي ده، وانا هتجنن صراحه. ازاي الكلام ده مكتوب في الكتاب بتاعي؟ ما بعرفش. انا هقول لكم ليه بقى دلوقتي. يعني انا لو عملت السيناريو اللي قلتكم عليه، جو بديع والدنيا ربيع وكل حاجه حلوه ومفيش مشاكل ولا ظلم ولا ناس تعتدي على بعض وناس تعذب بعض واطفال تموت من جوع ولا حاجه، عملت حاجات حلوه والناس حلوه وكل سعاده بغنايه بقى المطلق، واستخدمت كل ده، المكر بتاعي، المكر بتاعي هيظهر ازاي؟ ازاي الناس هتعرف ان انا مكار؟ حد يجاوب؟ لازم يمكرون عشان يمكروا الله ويبقوا خير الماكرين. امال يعني ممكرش يعني ولا ايه يا ولاد الكلب؟ ما انا لازم امكر وابقى خير الماكرين كمان. يبقى كده اول حاجه، عشان ابقى خير الماكرين لازم حد يمكر وانا امكر، فلازم نعمل ناس مكرين. ادي اول مبرر. ثاني مبرر بقى لابو عيسى، ان انا لازم اظهر برضو كمنتقم. ما انا بعرف انتقم على فكره، بس انا من غير ما اعمل حد ينفع انتقم منه يبقى مش هيظهر لي ابو عيسى. الانتقام بتاعه هيبقى مش مفعل، يفضل ابو عيسى عايش كده من الازل للابد ولا كانه هو منتقم، مع انه منتقم، مع انه منتقم، منتقم ابو عيسى. ينفع ابو عيسى يعيش طول عمره اللي هو للابد لا نهائيه وما وراءه؟ ينفع يعيش مش منتقم؟ ما ينفعش، لازم يبقى منتقم. ادي تاني حاجه. تالت حاجه، لازم الناس تعرف ان انا سريع العقاب وشديد العقاب. ينفع ابو عيسى يعيش من الازل للابد من غير ما حد يعرف ان هو سريع العقاب وشديد العقاب؟ ما ينفعش. ادي تالت حاجه. رابع حاجه، لازم الناس تعرف وكل الكائنات تعرف وكل ولازم ابو عيسى شخصيا يعرف ان هو سريع الحساب. ابو عيسى لو ما عملش كل الفيلم ده هو نفسه مش هيبقى عارف قدرات نفسه، ما جربش ابدا البتة ان هو يبقى سريع الحساب، لان مفيش حاجه ايه يحاسب عليها. لازم هلبك بسرعه فوق قلبك واديلك، فانا اخلق الناس. ادي حاجه. طب قولي، طب ليه عملت بقى موت وكائنات مفترسه وتفترس الحاجات دي كمان فيها سريع العقاب وشديد الحساب والحاجات دي؟ يعني ذنبها ايه؟ القطة الصغيرة ولا الجرو ولا العصفورة ولا حتى النملة؟ يعني عشان تبقى بتعاني. هنا بقى تظهر أسباب تانية، تظهر بقى صفات في أبو عيسى أهم من كل ده. زي إيه بقى؟ زي إن أبو عيسى مثلا سيكوباتي. ببساطة أبو عيسى سيكوبات. إزاي أبو عيسى حيمارس الميول العدوانية بتاعته من غير ما يعمل البرنامج ده؟ ازاي ينفع ابو عيسى يعيش من الازل للابد
من غير ما حد يعرف ان هو سايكوباتي. ما ينفعش. ايه تاني؟ ابو عيسى سادي بيتلذذ بالام الاخرين، فلازم يخلق المعاناه بكل شكل من اشكالها. ينفع ابو عيسى يعيش من الازل للابد من غير ما هو شخصيا يعرف ان هو سادي؟